سي رشيد، مرحبا بك على موقع بوطلب.com. رشيد، فين وصلت الاستعدادات بعد المقابلة الثانية ديالكم في الفترة ديال الإعداد؟ هو الاستعدادات في ظني كان فيها تقطعات كثيرة، لأنه كتعرفوا بأنه سالينا مؤخرين، كانت عطلة حاجة بسلامة. الفترة كيما ديال الاستراحة كانت قصيرة، واللاعبين تظهر لي بأنهم تم الالتحاق ديالهم بالمعسكر الاستعدادات. اللاعب جاو يعني متاخرين، البعض منهم يعني كيجيو بافواج، فلهذا كان تقطع حتى في الاستعداد. ولكن الحمد لله الفريق قول عاد تجمع في اخر هذا الاسبوع، واظن بانه في اسبوعين عاد يمكننا نهيئوا الفريق، واظن بان المجموعه نقصوا بعض العناصر كانت وازنه بحال الحراري بحال ايت بولمان، تعويضهم ماشي بالسهل، ولكن مجيء ديال الباسل وديال الشطيبي اللي كيتاقلموا مع الفريق يمكن غادي يعني الفريق يمكن في طور البناء، لان تنشوف واحد اكثر، لان الوساطير ديال ليكيب كلها مشات. واش الفريق في طور البناء؟ ايوا اكيد. ولا نقول في الاستمراريه؟ هذا هو. لا، ما نقدروش نقولوا في الاستمراريه 100%، وما نقدروش نقولوا بانه ما مبني والو، لان كاين واحد الساس اصلا، وهذاك الساس غنحاولوا باش هاد العناصر اللي زاد جديده يزيدوا يرسخوا باش نزيدوا نبنيو، والبناء هو اللي غيضمن لنا الاستمراريه في المستقبل. ولكن هذا الشيء تيخصو وقت، لان كما شفتوا اليوم من بعد الحصص التدريبيه اللي كنجريو في الصبح وفي العصر، يعني كاين واحد الثقل بالنسبه للحموله ديال التدريب، وكاين لاعبين كيتجربوا مازالين يعني جدد، وهذا الشيء كله باش ما كيجعكش باش وكتعطي يعني حتى التوقيت ديال كل مباراه لكل واحد باش ما يكونش عليه واحد الحمل ثقيل. وتيظهر لي بانه هذا كيجعل بانه حتى الانسجام غادي نبحثوا عليه يعني في الاسابيع المقبله اكثر، باش يمكن الفريق عاوتاني يرجع للايقاع ديالو، لانه ماشي بالسهل باش تنقطع وتبدا وناقصينك عناصر وعاد عناصر جداد باش يمكن لها تتاقلم مع الفريق. يعني الموعد ديال دابا اسبوعين امام شبيبه القبائل، واش الفريق غادي يكون ما مهيئش اولا من ناحيه الانسجام، ومن ناحيه ديال الاعداد البدني، لان كنعرفوا فريق شبيبه القبائل فهو البطوله ديالو مازال مستمره، فريق يلاه رجع الاعداد ديالو الاستعدادات ديال المنافسات القريه وهذا، واش الفريق ما غيكونش في لو جوغ جي غيكون واجد؟ فكما قلت لك في الاول، هذه فترة الاعداد، والجانب اللي كنركزوا عليه اكثر وهو يعني تطوير وتحسين اللياقه البدنيه، لان عرفوا بانها تكون نزلت من بعد الفتره ديال التوقف، وهذا الشيء ما يمكن لنا حتى المجموعات تجمع كل وقت، هذه تجمعات في اخر الاسبوع، وعاد غنديروا اختبارات يوم الاثنين هنا في المركز ديال الاكاديميه، باش نوقفوا على كل واحد المستوى ديالو في نص اللياقه البدنيه، باش نحاولوا يعني بسرعه نطوروا ليه. اكيد بانه ما غاديش نكونوا 100%، ولكن غنحاولوا نبذلوا اقصى جهدنا ان شاء الله باش نحاولوا نهيئوهم على الاقل باش يكونوا موجودين، مع العلم بان شبيبه القبائل كما قلتي في اخر الموسم، واخر الموسم كذلك تيقدر يكون الفريق يعني انهيار مرهق، مرهق تيستنى غير تسالى البطوله وغيجي كاس افريقيا، فهذا سلاح ذو حدين، سبب بالنسبه لنا احنا اللي عدينا في التهيئ ولو بنسموه في نهايه البطوله. يعني الاسماء اللي عززت الفريق، فانت يعني كنت تطلب هذه الاسماء ولا؟ لا، هذه الاسماء انا اللي اخترتهم، خصوصا الباسل الشطيبي، غيزيد مهاجم اخر شفيق زياد ديال جمعيه سعده، كاين بالنسبه للمباركي العياطي، المباركي مازال ما كاينش العياطي، هذو كلها اسماء. وبالنسبه لقادر فار، يعني قادر فار دابا في عطله كنتسناو يتحل المشكل ديالو مع تنشكرو سي رشيد على موقع بطوله.